المؤمنون يحيون زيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدسة والإعلان عن نجاح الخطط الأمنية والخدمية. العراقيون يحيون ذكرى فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية ويستذكرون صناع النصر على الإرهاب. السودان يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانو الكورية ويعلن استئناف العمل بمدينة بسمية. حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل المرصد الخبري. أدى المؤمنون في مدينة كربلاء المقدسة زيارة النصف من شهر شعبان المبارك ذكرى ولادة أمل المستضعفين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسط أجواء أمنية وصحية وخدمية مشددة. جموع الزائرين القادمين من مختلف المحافظات أحيوا ذكرى ولادته الزكية عبر انتشار مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة للاحتفاء بهذه المناسبة العطرة. وشهدت منطقة بين الحرمين توافد حشود كبيرة من الزائرين لإحياء هذه المناسبة العظيمة، فيما استنفرت مؤسسة الفرات كوادرها لتغطية الحدث الإيماني الأبرز بذكرى ولادة المنقذ الموعود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مولد الأكوان متنورة ووسط أجواء الفرح والسرور عبر الزائرين، عبر الزائرون عن تمسكهم والتزامهم بمنهج الأئمة الأطهار عليهم السلام، مبتهلين إلى الباري أن يعجل بظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسط أجواء ملؤها البهجة والسرور والولاء، أحيى المؤمنون ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث احتضنت كربلاء المقدسة حشود المهنئين بمولد الإمام المنتظر عليه السلام في ظل إجراءات أمنية وخدمية مميزة. بهذه المناسبة العظيمة نهنئ صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء بولادة الإمام الحج المهدي عجل الله فرجه الشريف. نبارك لهذه المحافظة ولهذه الجمهورية العراقية، لأنه من كل دول العالم، من كل الناس جاي يشوف بعينك أنت، من كل البقاع الأرض متواجدين في هذه البقعة الطاهرة. نتمنى لهم حسن الإقامة وإن شاء الله نكون في خدمتهم دائما ودوما. يا حاد الشوق للمحبوب ودنا لابن اللي وصل قوسين، والله ودنا نشوفه ونلهج بطروايا، والله ودنا ونكح لعيوننا بهاي المسية. وفي الوقت الذي تعيش فيه البشرية عصر الظهور الشريف، عبر الزائرون عن تمسكهم والتزامهم بمنهج الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهم يبتهلون الباري عز وجل أن يعجل بظهور صاحب العصر والزمان مخلص البشرية الإمام الحج المنتظر عليه السلام. نبارك للأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بولادة منقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسأل الله مخرجه. وعليكم السلام. نبارك إلى سعادة أمير المؤمنين ولادة المهدي المنتظر بهذا اليوم العظيم. نبارك لكم وإياكم ولادة أمير المؤمنين. مبارك الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام في هذه الليلة المباركة مولد إمام الحجة سلام الله عليه الإمام المهدي، وندعو من الله سبحانه وتعالى عجل اللهم عجل وليك الفرج، اللهم نظر يا سيدي ومولاي على هذا العائق العظيم. وجدير بالذكر أن كل الفعاليات الدينية بهذه المناسبة تركز على عصر الظهور الشريف وتهيئة المؤمنين الذين يعيشون حالة الانتظار لقائد الإصلاح ومن يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. من كربلاء المقدسة محمد التميمي، الفرات.
إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة نجاح خططها الأمنية والتنظيمية والخدمية الخاصة بإحياء مراسم زيارة النصف من شعبان التي شهدت توافد مئات الآلاف من الزائرين من داخل وخارج العراق. وأكدت الأمانة العتبة المقدسة أن التعاضد مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأقسام العتبة الحسينية المقدسة الأمنية والخدمية والصحية والتنظيمية أسهم بشكل كبير بإنجاح مراسم الزيارة وإتمامها بإنسيابية عالية دون تسجيل أي خرق أمني. أدوا توافد مئات الآلاف من الزائرين إلى كربلاء المقدسة من مختلف مدن البلاد لإحياء مراسم زيارة النصف من شعبان وسط إجراءات أمنية وصحية مكثفة. وتضمنت خطة وزارة الصحة إرسال عجلات الإسعاف إلى المحافظة المقدسة ونشر المفارز الطبية والمستشفيات المتنقلة وتعزيز رصيد الأدوية وتجهيز المؤسسات الصحية وتهيئة ردهات الطوارئ في مستشفيات المحافظة. كما عززت وزارة الداخلية أكثر من 35 ألف رجل أمن ضمن خطة تأمين الزيارة الشعبانية في محافظة كربلاء المقدسة والطرق المؤدية إليها. فيما أعلنت وزارة النقل مشاركة أكثر من 300 باص لخدمة زوار الزيارة الشعبانية. من جانبها أشارت بلدية كربلاء المقدسة إلى مشاركة 2000 عامل نظافة في هذه الزيارة. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني تابع من غرفة العمليات والسيطرة في مدينة كربلاء المقدسة تدفق الزائرين وانسيابية أداء مراسم الزيارة الشعبانية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السوداني اطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الزائرين وكذلك الخدمات المقدمة إليهم، مشيدا بمنظومة المراقبة عبر الكاميرات التي تعتمدها المحافظة. هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام. وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن مراسيم الزيارة انتهت دون أي خرق أمني فيها، مشيرا إلى أن العملية الأمنية الخاصة بالزيارة سجلت نجاحا كبيرا. أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث تذكر خلال الزيارة. وأكد الحمداني في مؤتمر صحفي عدم تسجيل أي خروقات أمنية أو حالات تزاحم بين الزوار. الزيارة المليونية التي بلغت ذروتها هذا اليوم ولكن بإنسيابية عالية بجهود الجميع، وما تحقق ومن النقاط القوة في زيارة النصف من شعبان هذا العام، أولا هو التخطيط العالي والتحضيرات المبكرة من قبل هيئة الحيد الشعبي. النقطة الثانية الدقة في تنظيم الخطط والمهام الأمنية والخدمية الموكلة لكافة تشكيلات وصنوف الهيئة. ثالثا هو حضور القائد العام للقوات المسلحة في كربلاء للإشراف وكذلك لتوجيه وإطلاع على حركة القطعات. عدم تسجيل أي خروقات أو أمنية أو حالات إرباك أو تزاحم لهذه الساعة. أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد أن 119 إعلاميا وأكثر من 100 كاميرا وثقت الزيارة الشعبانية في مدينة كربلاء المقدسة بذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام. وقال المؤيد إن 16 جهازا وعجلة بث مباشر نقلت وقاع الزيارة في مدينة كربلاء المقدسة على الهواء مباشرة عبر 119 صحفيا و
و102 كاميرا فوتوغرافية وفيديوية. وأضاف أن الصحفيين المحليين الذين شاركوا في التغطية كانوا بواقع 91 صحفيا عراقيا و28 صحفيا أجنبيا يعملون لصالح 27 وكالة إخبارية و68 قناة تلفزيونية. بلغات مختلفة كان الاحتفال بذكرى مولد الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه له طعمه المختلف في أربيل. هذا ودأبت العتبة الحسينية المقدسة التي اعتادت على إقامة الاحتفالات في المحافظة من أجل تقريب بين المذاهب والقوميات تحت راية المحبة لآل بيت النبوة هناك. على الطائي والتفاصيل. ليلة النصف من شعبان بحسابات ومقاييس المنتظرين ليست مثل كل الليالي والأيام، ففيها أشرقت الأرض بنور خاتم المعصومين الذي تنعقد عليه الآمال لمحو الآلام، عندما يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. في كربلاء جده الحسين عليهما السلام صدح صوت المحتفين هناك بهذه المناسبة العظيمة، وفي كل أرجاء المعمورة كان الصدى. وهنا في إقليم كردستان اجتمع المؤمنون حبا وشوقا وإحياء لذكرى المولد البهيج لصاحب الأمر الإمام محمد المهدي عجل الله فرجه. إن هذه النشاط وهذا النشاط الذي يقام له أثر واسع وكبير على طيف من المجتمع هنا في مدينة الإقليم، لما له من أثر في إظهار النفس الإنسانية وما تحتاج له، حيث أن هذا الميلاد وهذا المولد الكل يشير له بالبنان. العتبة الحسينية المقدسة التي أشرفت على إقامة مجالس إحياء ولادات الأقمار المحمدية في مدينة أربيل تبذل جهودا واضحة للتقريب بين المذاهب والقوميات تحت سقف محبة محمد وآل محمد، الشعار الجامع الذي لا يختلف عليه المسلمون، ويمكن من خلاله إزالة الحواجز المصطنعة ونقل الصورة الواضحة عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. احنا دائما كل سنة نقيم هنا مناسباتنا الدينية، هيئة المواكب الحسينية، مركز المصطفى الثقافي التابع للعتبة الحسينية. الحمد لله هاي السنة هم الله وفقنا وطالنا طولة العمر حتى نحييها مرة ثانية، ولادة الإمام صاحب الزمان عليه السلام ولأئمة الأطهار عليهم السلام. طبعا احنا اليوم جينا هنا من بغداد حتى نشارك في هكذا فعاليات تقام في حكومة إقليم كردستان برعاية العتبة الحسينية المقدسة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان. طبعا وشاكرين هذا الاستقبال الرائع الذي حظينا به اليوم من حكومة إقليم كردستان واتاحت لنا الفرصة لإقامة هكذا فعاليات في محافظة أربيل. الأفراح الشعبانية بولادة الأقمار المحمدية وما يتخللها من طقوس العبادة والدعاء ونشر المحبة والسلام بين المسلمين كلها رسائل بيضاء تطلق في السماء لتصل إلى كل أذن وعين، مفادها أن القلوب العاشقة لمحمد وآل محمد لا تعرف إلا لغة الوفاء والحب والسير في طريق الحق وإن قل سالكه. من أربيل لقناة الفرات على الطائي. ومع ذكرى الانتصارات والثورات تمر على العراق أقدس ذكرى وأعظم هوية نقلت العراق من الهزيمة إلى الانتصار على أعطى عصابة عرفها التاريخ. فقبل 10 سنوات من الآن انطلقت من أزقة النجف العتيقة كلمة غيرت مجرى التاريخ عندما حاصرت العصابات الإرهابية بغداد وقضمت ثلثي العراق
لتكن فتوى الجهاد المباركة التي نستذكرها اليوم هي البوصلة الوحيدة التي حركت الهمة لدى العراقيين عندما هبوا لنجدة وطنهم وهم يبتدون العراق بالأرواح، لتكن هذه الذكرى الخالدة منارا يستضاء بها نحو الحرية والثأر على الظالمين والمغتصبين. مشاهدينا ننتقل وإياكم لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الآن مع رئيس الجمهورية ونظيره الأرمني هناك.